عليكم زود. ما شاء الله أنا بخبركم ما أنتم متحمسين اليوم، اليوم كلكم طافيين ما في حماس. صفقوا لخويكم يا مال الشحن. وين لا 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 بالله شغل الشاشات. انتوا حظك يما تها 400 نقطة ولا ابشر بالسعد. انت السعد بالله شغل لي الشاشات يا ابو ماجد. السؤال الاول يا ابو يقول أداة تستخدم قديما لحمل الخضار والفواكه. أداة تستخدم قديما لحمل الخضار والفواكه، حاجة يستخدمونها من أول، وش يسمونها؟ أهل الوادي لكم السمى خاص. أعطيه الخيارات. ما في خيارات. إلا عندك القشة، عندك السلة، عندك القفة. القشة والسلة والقفة. معك 10 ثواني. القشة. متأكد؟ يقول القشة. عطونا الإجابة أو عطونا النغمة عندكم يا أبو ماجد. أقرب دونك. إجابة غلط. عوض يا أبو سعد. بدأ المتسابق الثاني مرعي. وإني أضيع اسمك. سالم ولا معدي ولا اقرب دونك. حط لنا الصوره الثانيه. السلام عليكم. الله يحييك. الله يسلمك. طيب من جالك. طيب يطول عمرك. انت خايف مني. افا طلع الصوره بالله يا ابو ماجد. الصورة واضحة قدامك. أداة كانت تستخدم قديما في تصفية القمح والحبوب من الشوارب. وشي؟ ما في خيارات. هل هي الفلتر، المنخل، الخافة؟ المنخل. متأكد؟ إن شاء الله. نعتمد؟ نقول إن شاء الله. عطنا الإجابة يا أبو. إجابة صح. الله يبين الله. صبوا يا شباب. 400 نقطة. أنت ترى لو بغير بطلع الفقرة في كل حال أجيبها. جعل أبوك في الجنة، تستاهل 400 نقطة. طول عمرك إن شاء الله. صفقوا لخويكم 400 نقطة. تعال يا الصلف. الصلف. ضيعت اسمك. 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 ناصر. وصل ناصر. اقرب دونك قبل السؤال. اولا يا شباب ما يخفاكم الامر اللي حصل قبل يومين او يوم. نقاش معي يا شباب. اخفاكم الامر قبل يوم او يومين. انا تابعت معكم البث. الاخوي ناصر المري يستاهل اول شيء تحيه. ثانيا انا شفت نقاد يتكلمون عنه انها وصل في المشاهدات في التيك توك تعدى المليون وعليها. وهو والله يستاهل اخوي ناصر، وكلكم كلكم تستاهلون جميع، لكن انا بديت الرجال ذا وهو كفو يستاهل، وكلكم كفو تستاهلون. الرجال له هديه مني، جبت انا تحت البث عنه موجوده هديه، وجبت له كيكه وجبت له عود ازرق. هو يستاهل. والله العظيم اني لو اقدم له هو ولا الشباب الجميع عنا نقدم تحفيز لكم. ولا كن رجالا فيكم والله، لا اشوف كن رجالا منكم اجتهد ولا مبسوط ولا رجال يعني في من صعود في صعود. لهديت من عندي انا يا محمد. انا متكفل بهال اخوي ناصر. يعني والله متكفل بهال الجميع الشباب كلكم. كل رجال بنعينه ناجح، والرجال ذا نجاح من نجوحكم جميع، ما حد يختلف فيها. انا كنت كلكم جميع، وانا جبت له والله كيكه انه تقصونها ان شاء الله لما خلصنا الفقره، وجبت له هديه عود ازرق وهو يستاهل العود الازرق. يستاهل دعمكم جميعا. اول شيء طال عمره
الله لا يهينك محمد. من قال ما يهان. وبيض وجهك. وجهك كبير. الله يعينك على رد الجميل. والله العظيم إن ما ندور إن ما ندور اللي عندك طيب واللي مثلك طال عمرك يستاهل الدعم. لا أنت ولا الجميع. أنا ما الرجل يقول ظال ليش بده ناصر لأن طلع اسمه في النقد شفت الرجل يذكرونه وأنا متابع للنقد. فالرجل يستاهل كل رجال يذكر اسمه ولا يشوف اسمه له مني أنا أدعمه لا أقرب دعمه ولا أدعمه بالمال ولا بالحال أنا معكم جميع والله أني معكم بالمال والحال واللي تبونه هذا ما يدل أعطيه بطيب قلبك يا أبو يعربك في الجنة كلكم سواسية عندي والله الناجح ونقولها نجح كل بكم إن شاء الله ناجحي. السؤال الأول يا شباب هذا السؤال الثالث ما هو اسم هذا المعلم التراثي في خيارات جبل المجاز جبل العريف جبل الفيل الوسطي وشي واضحة يا شباب الصوت دقيقة جبل وش جبل المجاز وجبل العريف وجبل الفيل اللهم خرطوم خرطوم فيل ها خرطوم خرطوم فيل خير الكلام ذا بخلي فيل ها خرطوم خرطوم فيل وأخلي فيل هو خرطومه فيل لو أنت ما أخطيه أطو فيل عطنا الإجابة يا أبو ماجد استاهل استاهل ريان الساهري ريان يا الربع حماس 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 يا الربع اقرب عطنا الصورة اللي عقبها الله حي شلونك ساقطع عطنا الصورة اللي عقبها يا ابو ماجد تعرف الصورة ذي ما اسم المعلم السياحي ذا شو اسم المعلم ذا؟ بعطيك خيارات بس انت فكر اسم المعلم ولا الشكل قدامه؟ المعلم ذا شو اسمه؟ والله ما ادري شو اسمه له مسمى هذا غار اي وش؟ مدائن صالح ولا مدائن الصمات ولا مدائن شعب؟ مدائن شعب ولا مدائن صالح ولا مدائن الصمات؟ مدائن شعيب شعيب ها شعيب اعطونا الاجابه يا ابو ماجد اقول مدائن شعيب اقول مدائن شعيب استاهل زياد بن شري جهز الصورة بالله. السلام عليكم. السلام الله حيك. طيب إيش حالك؟ شلونك؟ الحمد لله. عطنا الصورة يا أبو ماجد. الصورتين. الصورة يا أبو ماجد. إيش اسم اللعبة الشعبية هذه؟ اختيارات. أعطي اختيارات. ايش اسم الخيارات يا ولد؟ انا خيرت ام تسع ولا الكعابه ولا نطت حويرش؟ نطت الاولى ها؟ اول وش هي؟ والله ناسي الاولى الكعابه ام تسع نطت حويرش؟ اللي بالوسط نطت نطت حويرش؟ عطنا الاجابه يا ابو ماجد استاهل وجه كذا ظل عقبه ابو جامع عطنا الصوره اللي عقبه يا ابو ايش حالك ابو جامع يلا حي الصوره ذي وش كل بطاريه كذا عندها في خيارات هذه الآلة ايش كانوا يستخدمونها اول قديما خيارات فيه في خيارات بس الآلة ذي ايش كانوا يستخدمونها قديما بس مو بواضح الصورة زي لا واضح اقرب اقرب من الشاشة وتشوف اي كذا زين شوف هذه توليد الخيارات توليد الطاقة ايوه ولا تنقيب عن الماء ولا رفع السيارات لا الطاقة ها توليد الطاقة اتوقع 100% ان شاء الله نعتمد اعتمد توكل على الله الله عطنا الاجابة يا ابو ماجد جاب غلط معوض
شو الجواب طيب؟ رفع السيارة. سيلهم. الجنيبي. قد وقدود ان شاء الله. الله حي الله حي وسهلا ساق طيب. يلا حي اهل عمان. دعواتك. عطنا الصوره يا ابو ماجد. الله يوفقك. وما شاء الله ان شاء الله ما يخفاك الاجابه. ما تخفاك ان شاء الله. ما اسم هذا السور؟ أول شيء المنظر ذكرني صراحة بصلالة. نسمع تحية يا شباب على صلالة وهالعمان. هالعمارة. في اختيارات. عد الصورة يا أبو ماجد. سور برلين ولا سور الصين؟ لا تو برلين. ها؟ لولا برلين. الصين أروال يا أبو خضرة. ها؟ ما عليك. السور ذا سور الصين ولا برلين؟ خلي الأرض خضراء. الصين كان. ها؟ الصين. أكد لي على الإجابة يا أبو ماجد. تستاهل. تحية. المبروك 400 نقطة. تستاهل. طلع لي الصورة بالله. السلام عليكم. الله حي. شلون ساق طيب؟ يا أين يقع هذا المعلم التراثي المسمى بقلعة رعوب؟ في خيارات ولا بدون؟ في خيارات. أين يقع هذا المعلم التراثي المسمى بقلعة رعوب؟ الباحة، أبها، نجران. أين يقع؟ أين يقع هذا المعلم التراثي المسمى بقلعة رعوم؟ نجران، الباحة، أبها. نجران. نجران. أكد لي على الإجابة بالله يا أبو ماجد. سهل. سهل. 400 نقطة. أقوى أقوى يا أقوى. إيه أقوى. بالطول بالعرض. عبد الله يهز الأرض. الله يحييك. شلون ساق طيب؟ عطني الصورة بالله يا أبو ماجد. عرفت اللاعب ذا ولا ما عرفته؟ ترقبة فرع سعودي. ما هو اسم اللاعب السعودي؟ سعيد العويران، خميس العويران، فؤاد العويران. والله إني واحد من عيال العويران. سعيد. عدي عدد الخيارات. خميس العويران، فؤاد العويران، سعيد العويران. خميس. خميس العويران. إيه؟ ثبت لي على الإجابة يا أبو ماجد. إجابة صح. مبروك 400 نقطة. وجهك أبيض. بالطول بالعرض. عبد الله يهز الأرض. عبد الله. أبو سعيد. أبو سعيد. تحية تحية لأبو سعيد. شكرا شكرا شكرا. عطني يا أبو ماجد السؤال العقبة. كم يبلغ ارتفاع نافورة جدة؟ هذه نافورة جدة كم يبلغ ارتفاعها؟ 312 ولا 519 ولا 242؟ 312. متأكد يا أبو سعيد؟ متأكد؟ متأكد. مرتين. يلا يا أبو ماجد سمعنا الإجابة. كم قلت؟ 312. قال 312. إجابة صح. وجهك أبيض. تعال يا خالد. يا عمري شو والله بتصحي. بس
هلا حيا. عطنا الصورة اللي عقبها يا ابو ماجد. بسم الله. وش الصورة دي يا ابو؟ هذه الأسئلة. عطنا الإجابات. هذه كانت تصنع من الخشب وكانت تستخدم قديما في المطابخ. وشي؟ هذه مصنوعة من خشب وكان من أول يستخدمونها في المطابخ. ما فيها إلا في خيارات. عطنا هل هي الخلية، الصحفة، النفية؟ الخلية، النفية، الصحفة. الصحفة. متأكد؟ إن شاء الله. يمكن تجي خطأ. ما أدري، الله أعلم. متأكد؟ إجابة إن شاء الله أنها. تراجع الإجابة. لا إن شاء الله أنها. هاي يا ابو ماجي سمعنا الاجابه، الرجال متوكد اجابه صح. استاهل خويكم بالله، صفقوا خويكم يا شباب. استاهل، ما انا براد دينك. تعال يا متعب الرقعه. صوت بالله يا شيخ. بيض الله وجهكم. عطني الصورة يا ابو. يا ويلي ولا. شو الصورة؟ ما هو اسم هذا المعلم السياحي؟ شو اسمه؟ عطني الخيارات. بركان الطائف، فوهة الوعبة، جبل وراب. ما هو اسم هذا المعلم السياحي؟ عطني خيارات. عندك خيارات؟ فوهة الوعبة، بركان الطائف، جبل وراب. الأولى اللي هي فوهة الوعبة ولا جبل وراب؟ ها؟ والله دحين ناسي. حال ما هي بلحيت ناسي. وش هل هي فوهة الوعبة ولا بركان الطايف؟ ثبت على الاولى. روح يا مال الشحن، روح. حتى اسمها صعب. ثبت عليها يا ابو ماجد. ويق ويق. تكفى لا. ايه الوعبه. الوعبه. ها اجابه صح. المهان، المهان. عطنا الصورة اللي عقبها يا ابو ماجد. وش كانت تسمى اللعبة الشعبية هذه؟ في خيارات؟ في خيارات؟ شو تسمونها اهل الكويت؟ شوف انا ما لحقت على الجيل هذا الصراحة، كنت في بطن امي. يعني تعطيني شيء قديم حيل. الدندانة، البربر. هي البربر ام حق اسم؟ ايش الاسم يا ابو ماجد؟ الدندانة والبربر. اي دندانة والدحرجة. ها دندانة. دندانة. متأكد؟ ان شاء الله. يلا عطونا الإجابة. إجابة صح. شباب فضلوا وليس امرا، تحية لأهل الكويت. لبيك. بقول لك كلمة علشانك، يعني الله ليهينك على من قال ما يها. عرفت الجنة. بس أبي طلب واحد. لبيك. أبي واحد آيس واحد هوت. أنا أحب الآيس. شير والله بسعدك. بيض الله وجهك. الفقرة الجاية هجيب لكم محل الكافيهات كلها. الله يطول عمرك. بغيتوا ستاربوكس، بغيتوا كل شيء حطه هنا عندكم. الله يطول عمرك. لأن أنا تابعوني أمر وأنا مشتاق. أنا شو اسمه آيس أمريكانو والبي 60 الجي كايس. هذا صح صح فيها. لو احنا نقدر نطلع ونجي كان ابو صالح. بيض الله وجهك. وجهك ابي ابو صالح ما خلى عليكم مكسور. التيوس حتى العلياني يطلبها طال عمرك في التلفزيون. التيوس جابه والخير جابه. عمره ولا قصر. تحيه لابو صالح. الله عمرك. بيض الله وجهك. من اللي ما طلع؟ تعال يا ابو مناحي. ها؟ والله هذه عملوا
الله حيه شلونه ساك طيب عطونا الصوره يا ابو ماجد تعبتونا اليوم شو اسمه اجي اعطيني الخيرات اداه كانت تستخدم قديم لطحن القمح الجاروشه الطاحونه نجر القمح نجر القمح الجاروشه دقيقه دقيقه الجاروشه الطاحونه نجر القمح جاروش الجاروشة إيه؟ متأكد؟ عطونا الإجابة يستاهل إجابة صح يستاهل طيب أيوة يا وجه وجهك أبيض تحية يا شباب تحية ما اشتبع لكم مو بعجبني السلام عليكم. السلام. الله حيا. هلا والله. حال. طيب. شاك طيب. الله يطول عمرك. عطنا الصورة يا أبو. ما هو اسم هذا العالم؟ ستيف. ولا يا ولد أسميك بصعبة يا أبو. ستيف. ولا ألبرت. والله أسميكم صعبة يا أبو. اقرا الاجابات ابو ماجد تسمعني الصوت ترى ضعيف الاضافات الاجابات سميها صعبه ستيف جوبز اوبنهايمر اينشتاين ستيف ولا اوبنهايمر اينشتاين ولا اينشتاين ثبت لي على الاجابه يا ابو ماجد اجابه صح مبروك تستاهل 400 ريال محسن السبيعي طيب بالله صوت انا والله سمعت للرجال قصيده وجازت لي اللي هي اللي حبيت لك واحتاد وما منك ايه ابشر تبيها اي بالله على خشمي اسلم يقول حبيت لي وحتى ان ادوم من سني اطوس بك تاخذ عقول البشر لكن نفسيه امر من قد ما ابغى تهرجني مسوي من اهل الغزل واهل الرومانسيه عقبة الترداد قالت وش تبى مني وجهك يقول انت ناوي لك علنيه قلت اسمعيني ترى حظي يجملني واللي يبع عمري اجيبه بجبريه قالت هاي تحس منك بتقنعني وتحط نفسك ابن شيوخ السعوديه قلت ايه انا اللي هروج الناس تقصدني وبنوك الارصاد ما ليها من يديه واخواني كبار معاشاتهم مني وابوي شاري لها من الديدان منقيه قالت وانا لو بحبك تزوجني ونعيش انا وانت حياه غنويه قلت اسكتي واللي مثلت ما يشرفني لو كان عمري أعيش في العزوبية قالت وجهك ما يقنعني تغازلني لك زق ومظن بعد فيك جنية قالت وجهك ما يقنعني تغازلني لك زق ومظن بعد فيك جنية قلت الصراحة ترى حظي مغربني والسوق جيتها أدور فيه طاقية ولقاتها غالية ما هي تناسبني المال في حدود 5 ريال وشوية قفت وهي تشتم الصدفة وتشتمني قفيت منها وأنا أهل العبيرية سلامتك ربنا سؤال وجهنا قابلك ربي كلني بيك أبو عطنا الصورة اللي عقبها يا ابو اين تقع هذه القرية التراثية نجران ولا بها ولا جيزان نجران ولا بها ولا جيزان نجران ولا بها ولا جيزان لبيه اسلم نجران سؤال 16 أين تقع هذه القرية التراثية؟ أبها دي أبها ولا الجوف ولا عسير؟ معليش أبها ولا الجوف ولا عسير؟ نعم في عسير أبها ولا الجوف ولا عسير؟ إيه أكد لي على الإجابة يا أبو ماجد إجابة صحيحة سهل 400 نقطة أبو مسر
حالك ساك طيب شلون صحتك؟ ساك بخير. عطنا الصوره يا ابو ماجد. انا يقع هذا المعلم التراثي في نجران ولا بها ولا جيزان؟ وجع. من اللي قال الاجابه؟ الربع عطوا الفقره حقه، لا احد يتكلم ولا احد يجاوب، جعلكم تسلمون. انا يقع هذا المعلم التراثي نجران. عطنا الاجابه يستاهلها. نجران. الحطاني اقرب دونك. ونعم فهد ولا تعالوا كلكم. حالكم مساكم طيبين؟ الله يبارك. عطنا الصورة يا ابو ماجد. خليكم الساحة لكم انت. هو شبيه؟ ها؟ عرفتوا ما يحتاج. هذا شبيه ذا. شبيه. بس ودنا ابوك النظارة عشان اجمد. في نسخة كان أول ظهور للمقدم مسفر ابن رميثة على شاشة الواقع، أول شيء نسمع له تحية أبو. كان في البزنس ثلاثة ولا جنتل؟ جنتل ولا سكريبت؟ بزنس. في البزنس ثلاثة ولا جنتل ولا سكريبت؟ بزنس. جنتل. جنتل. وانت؟ لا لا اصبر اصبر دقيقة. لا انا منادي هو منادي هو الاول. انا منادي هو الاول حتى لو انت بس انا منادي هو الاول. يلا الاجابة عنده. الاجابة وش؟ جنتل. نعتمد؟ اصبر. بزنس. سكريبت. نعتمد الاجابة الاولى. لا 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 تعتمد يا رجال. طعني جنتل. ما في طعني طعني جنتل. يلا جنتل عطنا الإجابة. لا عطنا الإجابة يا أبو ماجد. إجابة صح. تستاهل 400 نقطة لأني ما عدهك. أما أخيك أنا بيه. عطنا الصورة اللي عقبها الله حيه. إيش حالك؟ أدري حد الصورة اللي عقبها. عطنا يا ابو ماجد الصورة اللي عقبها. ما هو اسم هذا المعلم التراثي؟ قرية ذي عين، قرية الهضبة التراثية، قرية الباحة القديمة. قرية ذي عين ولا قرية الهضبة التراثية ولا قرية الباحة القديمة؟ عين فيها. قرب اقرب صوبه وشوف. اي ما اشوف انا. ما تشوف؟ قربوا الصوره بالله لها يا ابو ماجد. اقرب. الشاشه مغبشه. قريه ذي عين ولا قريه الهضبه التراثيه ولا قريه الباحه القديمه؟ ذي عين. ذي عين. اعتمد الاجابه يا ابو ماجد. الاجابه صح. تستاهل 400 نقطه. رايم. فهد. ايش ذي الشخصية؟ عايش معنا في السعودية. السلام عليكم. السلام. عايش في السعودية معنا ولا؟ يا مرحبا. اي نعم معكم في السعودية. ونعم. طول عمرك. سمعنا شيء بصوتك. مجنون متولع في حب مجنونة. يا لايمي لا المولع لا تلومون لو شافت النار في قلبه شبايبها مجنون متولع في حب مجنون ويموت في حبها وفي حب شايبها. ولا عمرك. صح صوتك. عطنا عطنا الصورة يا ابو ماجد. ونعم ونعم والله ونعم. صالح اسمع اعطيك اسمه. عطنا اسمه الثلاثي. عطنا اسمه الخماسي. صالح حمود آل مكسر. كملها اليوم. يستاهل. مري مري. تحية للمستشار الكبير ابو حمود. تحية تحية. يستاهل.
وصلنا للسؤال العشرين. أول دولة أجنبية سافر إليها صالح مكسر وش هي؟ أمريكا ولا جورجيا ولا بريطانيا؟ شوف صالح أعطيه النقيع تثليث. إيش جابه؟ يعني أقوله لكن هو يعني أتوقع أنه راح كذا نصيد الجو يعني غلط. يمكن ما غلط. أعطيه أمريكا. أمريكا؟ يمكن. نعتمد الإجابة يا أبو ماجد. إجابة صح. لأني أنا مسافر معه. أنت ولا أدري. صدقتك. في أحد ما طلعنا يا شباب؟ تعال المهدان. ليه علي؟ على راسي. يلا حيه. الله يبيك شلون مالي. كذا الحال. شاك طيب. شلون صحتك؟ كذا الحال. شاعر؟ لا والله ماني بشاعر. عطنا الصورة يا أبو ماجد. صورة دي وش؟ والله ما أدري وش. أداة كانت تستخدم قديما في حرث الأرض. طيب خيارات. خيارات. اللوامة. الكالون. الحراثة. الحراثة. الحراثة ولا اللوامة ولا الكالون؟ الحراثة. اللومة. اللومة ولا الحراثة ولا الكالون؟ هي اللومة اسمها؟ اللومة. اللومة؟ إيه. إجابة صح. تحية لفريقكم. أبو فهد. محمد فهد. طول عمركم. شلونك ابو فهد؟ الله يعافيك. انت شاعر ابو فهد. الله يطول عمرك. اسمع سمعنا من ابياتك. اسمعكم من ابياتي اقول يوم صار الكون في العين حلقه حرف ميم. السما غابت نجومه ولا في الارض نور. مركب انتم يبه الريح في الالمبهيم تحجنها عدلت على سبع البحور. الظروف تبين الضيق في وجه الحليم. والهموم تبيح الصبر في وسط الصدور. والله ان في العين طارف وفي قلبي جحيم لا يغر الناس يوم تظاهر بالسرور. الله صدقك بطول عمار. حضر الصوره يا ابو ماجد. اوه انني سوف اسكت قليلا. هذا قائد مجموعه النشامه. نعم استاهل. تحيه لابو ناصر. تحيه لابو ناصر. تحيه لابو ناصر. استاهل. وش السؤال؟ السؤال طال عمرك عدد البرايمات التي لم يشارك فيها وليد البحيح في نسخته كم برايم؟ 3 برايمات 6 برايمات برايم واحد. والله يا ولد السؤال 6 برايمات 3 برايمات برايم واحد. كم برايم ما شارك فيه؟ ما شارك فيه. شوف وليد البحيح هو اي نسخه؟ عليك من نسخته انت عليك الحين من البرايمات. الاجابه ما فيها نسخه. 6 برايمات. متأكد؟ روح ما عندك غير الإجابة هذه. الإجابة هذه يمكن تكون خطأ. كله الله. أنا اللي حسب سمعته كم عدد البرايمات اللي ما دخل فيها؟ اللي ما دخل فيها لم يشارك فيها وليد البحيح في نسخته كم برايم؟ 3 ولا 6 ولا واحدة؟ 3. متأكد؟ روح أما جات ولا متأكد؟ ما جاء من الله. حياه الله يا أبو ملك. ما في غير الإجابة هذه. عندك قبل شو قلت أنا 6 يعني؟ لا 6 أنا أسألك ولا لا هي بستة ولا بثلاثة. أجل واحد. نأكد واحد. حدري عنك واحد. الإجابة النهائية وش؟ والله يا ولد حولتنا على 6 ثم حولتنا على 3. أنت لا تحول. أنت اختار الإجابة اللي هي 3 ولا 6 ولا واحدة. لا لا حير مسلم. أذكر الله. لا إله إلا الله. اختار واحد. واحد. عطنا الإجابة يا أبو ماجد. الإجابة صح. الله يبيض وجهك. تحية لأبو ماجد. في أحد ما طلع سلطان. تحية للشيخ سلطان. ما أنا بسمعك. الله حية. أرحش حالك. ساك طيب. طيب. آخر واحد معنا سلطان. السؤال الأخير قبل ما نختم السؤال. عطنا الإجابة. أي مدينة ترجع هذه المباني التراثية؟ الطائف، ينبع، جدة.
الطائف والله ما ظنيت انه في الطائف. جدة ولا ينبع؟ ما خاب ظني انه في ينبع. جدة ولا ينبع ولا الطائف؟ دقيقة وش هي؟ طائف؟ جدة ولا ينبع؟ جدة. جدة؟ عطنا الإجابة. الإجابة صح، تحية لخويكم. إيه. باقي باقي الهاشتاج أبو. دقيقة. وانا بسمع ابو ماجد.